جت الجائحة وتعلنت عليها الدولة يوم 16 مارس 2020، احنا من السباقين اللي طبقنا هذا البلاغ هذا، وكنطلبوا الله تبارك وتعالى يرفعنا هذا الوباء. ولكن ثلاث شهور اللي اسميتو حنا كنا كنتحاوروا مع الناس وهذا والمسائل، وخدينا واحد الاعداد ديال الافكار ديال اسميتو، وتضروا بزاف ديال المويه الحمامات، وراسلنا جميع الوزارات وسميتو كذلك رئيس الحكومه وكذلك لجنه اليقظه وكذلك وزير الصحه ووزير مجلس النواب بغرفتين، مجلس النواب وكذلك مجلس المستشارين. كنا كننتظروا اجوبه من عندهم. مجلس النواب جاوبنا مشكور، تيقول لك انا راه فعلا توصلت بالمراسله ديالكم، وراه فرقت على جميع الفرقاء السياسيين وكذلك رئيس الحكومه وهذول المسائل. نهار اللي توصلنا القرار ديال الافتتاح، من بعد واحد العدد ديال المشاكل، تصوروها مويه الحمامات وهذا، واحد العدد ديال الشبكي ديال الحمامات مضاطرات، واحد العدد ديال الستير ديال المضاطرات، واحد العدد ديال الروبينيات، واحد العدد ديال اسمتو، يعني التكلفه كانت باهظه. واحد العدد الناس اللي هما مسك عليهم الله وداك المسائل ما عندناش، ولكن عندنا واحد العدد ديال الحمامات اللي فيهم الورطه واللي كاريين الحمامات وخداو قروض باش اسمو. كاين شي بعض الناس اللي هما مثلا عندهم داك الرميد من الحمامات راه استافدوا، كاين اللي ما عنده رميد يعني يمكن استافد، ولكن تقريبا انا واحد 50% ولا 60% ما استافدتش من هاد الوزراء هذا. كاين بعض الحمامات اللي كيخلصوا من جيبهم يعني باش يحلوا المشكل ديالهم، ولكن الوقيته اللي فتحنا قلنا زعما غادي نسدوا الرماق وداك المسائل وطلبوا لنا 50% ديال الطاقه الاستيعابيه، ما كانتش 10%، ما كانتش حتى 5% ذاك الوقت، لانه جات المرحله في الصيف، والصيف ما تيكونش الاقبال ديال الحمامات. ثم الحمامات ملي كاين هذا الوباء وهذا، الناس تخوفات باش تمشي للحمامات. ولكن واخا هادشي كله، حنا ارباب الحمامات كيقولوا نحلوا ولو هذوك الخدامه وهذوك الكساله وهذوك المسائل، غير الحاجه اللي دخلوها ياخذوها غير هما، وحنا غادي نصبروا حتى يحل الله، كاين مشكل. لعاودش الحمامات كيخدموا غير في اسمو، كيخدموا غير في الشتوى. ثلاث شهور عندنا في العام اللي كيخدموا هذه الحمامات، اما الشهور الاخرين ما كيخدموش. وعندي تقريبا هذه واحد 6 سنين ولا 7 سنين الحمامات غداو اسم الاقتصاد ديالهم كيموت. علاش؟ نظرا لعده الحمامات، اقتصاد سميتو كل حي كيكون فيه 10 5 الحمامات 6 الحمامات. هذا هو الاشكال. كاين الدرب دابا اللي فيه 5 ديال الحمامات وفيه 200 نسمه ولا 300 نسمه. هنا ما كاين باس، ملي عطونا داك الافتتاح داك الشيء يلاه بدينا كنشكو الخدامه جا وهذا ودخلوا سميتو، فاذا به جات الاغلاق. واحد العدد الناس، واحد الناس خدات القروض وكتسلف وهذا باش ترجع لاسميتو. كاين اللي حمامات الان ما تصلحوش، ما لقاوش باش يصلحوا نهائيا. ثم الافتتاح ديال الحمام تيبغي واحد التكلفه، ماشي غير اجي حل وسخن ودخل الناس، تيبغي واحد 10 ايام ولا 15 يوم غير باش تسخن، غير باش تسخن. وكاين واحد التكلفه باش تسخن هذاك الماء، كاين قبل راه كاين واحد 800 درهم او 900 درهم كيحطموا الحمام كل صباح، كل صباح خصو 800 حتى 900 درهم. ديال اش؟ اولا خصو يدير الحطب، فرناتشي، الكيسي، الكلاس، هذا المصاريف ديالهم يوميه، الضوء، الماء، العدد ديال المصاريف. ثانيا كيتسنى هذيك 800 درهم خاصها 80 واحد باش يرد هذيك اسمو، ما كتكونش، كتكون 10 الناس 15 واحد 20 واحد. المهم جات هذه الجوه ديال سميتو ديال الاغلاق التام، وما عنده حتى شي اسميتو شي اعلان، يعني بحال نقولوا مثلا غلق الحمام
بدون أجل مسمى. واحد العدد ديال الخدامة، واحد العدد ديال الكسالة، واحد العدد سميتو كيدورو تما في الحمام، اش كيضرو؟ حتى النقل تقطع، حيت هاد الناس الكسالة ديال الحمام كلشي كيجيو من المناطق بعيدة، كيجيو من كيجيو شلوح هذا مع العربة سميتو باش يرجعوا، ما كاين، ولاو جالسين في الحمام ما يلقاو حتى ما ياكلوا. مول الحمام ها هو بعدا، هو بعدا عنده مشاكل، عنده قروض، عنده هذا المسائل هذا، ما كاين مشكل. طلبنا واحد مقابله مع السيد الوالي، صيفطنا ليه رساله اللي شنا هذه المسائل، انه هذه الجمعيه جاوها ضغوطات بزاف من اجل من عند مولي الحمام. اسيدي لا نوض كتب هذا دير فعل، قلنا له ما كاين مشكل. كتبنا واحد الرساله للسيد الوالي باش يستقبلنا، باش نتحاوروا معاه ونشوفوا اش من حل غنديروا لهذا اسمه. ما جاوبناش، نضرينا باش نديروا وقفه احتجاجيه، باش نديروا فيها مطالب ديالنا اللي كنطالبوا اسمه، كنطالبوا دابا حاليا كنطالبوا نحلوا الحمامات. اما مسائل اخرى ديال الضرائب وديال الكريدي والمسائل هذاك الشيء هضره اخرى، وسميتو ومسائل كيتعلق بها الوزاره وكتعلق بها الادارات اخرى وداك المسائل. الوالي كنطلبوا منه باش يعطينا حل ينفتحوا هي الحمامات يتفتحوا، انه جميع القطاعات محلولين، ها القهوي محلولين، ها كل جميع القطاعات محلولين الا الحمامات مسدودين. علاش؟